السولار كار هي عبارة عن مركبة شمسية تعمل بالطاقة الشمسية بشكل كامل. يتم امتصاص الطاقة الشمسية ثم يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية. الطاقة الكهربائية تستخدم لتحويلها إلى طاقة حركة عن طريق اللي هو المحرك الكهربائي الراكب موجود في داخل السيارة. الفكرة أجت من عدة اعتبارات. كنا في الفصل النهائي لينا في الجامعة، كنا محتاجين مشروع تخرج ميكاترونكس متكامل بضم ميكانيكا وإلكترونيات وتحكم كهرباء، والسيارة تحتوي كل الكلام اللي احنا ذكرناه سابقا، بالإضافة انه احنا بنحل أزمة كنا بنعاني منها لفترات طويلة وهي أزمة الوقود الموجودة داخل في كل العالم. هناك أزمة وقود، انه الوقود حيخلص فترة من الفترات، في ارتفاع بأسعار الوقود، بالإضافة والسبب من الأسباب الرئيسية اللي خلتنا نشتغل هيك مشروع اللي هو الحفاظ على البيئة، لأنه عندنا صار في السنوات الأخيرة تلوث كبير في البيئة، ومما بيسوي احتباس حراري وبيزيد من الملوثات البيئية اللي بتأثر على صحتنا وبتأثر على جميع الناس اللي عايشين في الكوكب، عندنا في داخل الكوكب الأرض. طبعا هي حلم انه احنا لو تلقينا الدعم الكافي انه احنا نحولها لسيارة للمستهلكين بشكل انه تكون كشكل سلعة هم بيشتريوها، تكون بكل الصفات المناسبة من حيث امان وانسيابية في الشكل وسرعة وعدد ركاب افضل. طبعا احنا هذه نواة فكرة بدأنا فيها، ونأمل انه يجينا دعم ونقدر نطور الفكرة هاي ونزيد بحثنا في مجال الطاقة الشمسية والطاقة البديلة بشكل عام. صعوبات يعني كانت اللي واجهتنا انه كانت متمثلة في وضع البلد، كان في عنا الاغراض كثيرة مش متوفرة في الاسواق المحلية، كنا نضطر انه احنا نصمم القطاع بحيث تتوائم على المشروع طبعا بكفاءة اقل. ايضا كان اذا كان في قطع موجودة تكون اسعارها غالية وتكلفتها عالية جدا علينا. ايضا كمان في عمليات الحسابات، احنا المفروض يعني نعمل حسابات اللي بدنا اياها، نعمل حسابات بحيث هنشتري الاغراض، بس احنا في الوضع والظروف اللي كانت في قطاع غزه كنا لا، كنا نجيب القطع ونعمل حسابات بحيث ان نوائمها على المشروع. ايضا كان في من الصعوبات اللي واجهتنا التكلفه، كانت التكلفه كبيره وكان ما كانش في دعم مالي للمشروع، كان كل الدعم المال كان من جيوبنا الخاصة ومن قوت أسرنا، طبعا يعني أسرنا ذات دخل متوسط، فكان هذا بشكل علينا صعوبة كبيرة في أن نشتغل هذا المشروع.